بتاريخ 3 أكتوبر 2016 عدد من أهالي مدينة تزركة يقدموا عارضة لدى مصالح رئيس الحكومة الجمهورية التونسية موضوحة التدخل العاجل وإنقاذ المرفق البلدي حسب تعبيرهم، متهمين كاتب العام البلدية بتعطيل مصالح المواطنين. العريضة هذه أسالت الكثير من الحبر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد رفض طلب إقامة جلسة عامة خاصة بجمعية ميميزيا المسرحية الناشطة بالجهة، وكانت الجمعية المذكورة طلبت إقامة نشاطها بقاعة الأفراح التي هي على ملك البلدية. نحن كنا قدمنا مطلب بتاريخ 5 أكتوبر 2016 باش نعقد جلسة عامة، قدمنا للنيابة الخصوصية بالمطلب لاستغلال قاعة الأفراح خاطر دار الثقافة مسكرة وعندها عام ونص مسكرة، وذي نقطة استفهام كبيرة أخرى علاش عام ونص دار الثقافة مسكرة. طلبنا مقر وجاوبونا اللي هما ما عندهمش، فهمتنيش، وقبلنا كما قبلنا المرة هذه مع العلم إنه موجود المقر. قدمنا المطلب 5 أكتوبر، نهار 5 أكتوبر 2016، رجعونا من غدوة ل 6 أكتوبر بالرفض على أساس القانون هو صحيح، معناها ما فيهاش استثناءات قاعة الأفراح للجمعيات للحتى حد، فهمت، وهي تعطات الجمعيات أخرين قبل، تعطات الجمعيات أخرين مجانا ونحن مع أنت عندك نثبت هي تعطات الجمعيات أخرين؟ تعطات أخي تقامت فيها نشاطات قبل ونعرفوا اللي هي تعطات مجانا، فهمت كيفاش، ونحن تعطاتنا زادة سابق مجانا، علاش المرة هذه لا، مش كل واحد ياخو حقه. كانت هذه رواية الجمعية المسرحية بالجهة واللي هي أحد الأطراف الممضين على نص العريضة المذكورة، لكن الكاتب العام للبلدية توضيح حول الموضوع. قدموا في بدء الأمر معناته الطلب لتمكينهم من فضاء قاعة خصوها الفئة الجمعية لممارسة نشاط بلدية تزركة، مش عارف انت اهالي المنطقة مش لازم وقفين من اهل الذكر، معناتها اللي عندهم اختصاص مش يقول لك معناتها شنو متوفر شنو مش متوفر، يعرفوا اللي ما عندهاش مقرات. المقرات الوحيدة المتوفرة على ذمة بلدية تزركة هي زوز مقرات، واحد تم تخصيصه لفية الشرطة البلدية اللي هو موجود في فضاء محاذي لهنا، واحد تم تخصيصه للجمعية البيئية. سويت للقرار اللي مديتكم نسخة منه تو أنه ما يضمنش استثناءات للجمعيات. إيش معناتها استثناءات للجمعيات؟ أنه في القرار، في صلب القرار، إذا فهم الجمعيات ممكن لها مش تشغل قاعة الأفراح لنشاط سواء كان جلسة عامة أي نشاط، فهمت كيفاش؟ يجيوا في فصل من الفصول وقولوا أنه بالنسبة للجمعيات، فهمتني، يمكن لها استغلال قاعة الأفراح، فهمت كيفاش؟ يا مجانا يا بسوم رمزي، بسوم دينار، ليسونسيال نحترم القرار. أن القرار متخذ بمصادقة كافة الأعضاء، صلب جلسة المجلس البلدي، فهمتني، صادقوا عليه، ذاك نحترمه ونتقيدوا به. كريتوا المقر قاعة الأفراح يعني قبل الجمعيات عملت فيها جلسة عامة أو نشاط أو حاجة من سبيل هذا؟ شنو في الفترة على الأقل أقول لكم كريناش من 2013 حتى اليوم ما كريناش من البريود نتاعي أنا ما كريناش الجمعيات، فهمت كيفاش؟ الإكسيبسيون إذا جمعية مش تعمل نشاط عندك قاعة الاجتماعات، فهمتني، عندك كل غازون بجنب كما هما عملوا نشاطهم في الفضاء هذا، إحنا علاش نعملوا في جلسات تمهيدية وعلاش نعملوا في جلسات تحضيرية، فهمت كيفاش؟ هذه باش المواطن يقترح، تمنى أحنا باش نسمعوا المواطن تقترح يكون تغيير القرار، واحنا مصعدين أتمم تقترح هذه تعدى كموضوع على دورة رسمية، فهمني، نعديه مشروع متاع تنقيع قرار ويتنقع في كل وقت، هذه راهو في إطار معناتها تشير ومشاركة المواطن في اتخاذ القرار. الكاتب العام دور تطبيق القرارات المتخذة من طرف المجلس البلدي أو النيابة الخصوصية وللمواطن دور الحضور في جلسات التمهيدية، 4 جلسات في السنة تعتبر فضاء مفتوح للمواطن باش يقترح يسائل ينقض ويطلع على أي حاجة تهم النشاط البلدي. في شهر أكتوبر كل البلديات التونسية ملزمة بتنظيم الجلسة التمهيدية الرابعة لسنة 2016.